أصدقائي طالعين للصيد اليوم وشوفوا هذا سيلفر كبير، هذا أنا أشكي بيه، هذا راح بس أكو واحد قريب عليه طلع ذاك، هذا شوفوا هذا الصغير، هذا الصغير طلع والكبير متأكد عنده راح، يعني هي صارت مثل عملية تمويهية ما فاهم الحسبان، بس هو الكبير أكيد متأكد من عنده راح لأن شفته قريب عليه ضاع. هذا الشيء بس منقنة وخياطة قوي ما انشك، بس هو كبير ما طاب بالعين مالته. سبيع وما طاب بيه، شو اسوي لك بعد شحطه كذي من الشبك. هذا ثاني مرة في المكان يشرد. هذا طبعا بقد هذا ما شاء الله، بقد هذا الكبير. انا متأكد من عنده بقده او اكبر من عنده. قوي كلش هذا قوي. بس هذا الشيء بس ما يقدر الشيء قريب، يعني منقنة وتعرفون المنقنة. قوي كلش قوي. أصدقائي دعموني باللايك، واللي ما مشترك يشترك يفعل جرس الإشعارات. هذا أول شبك، خلاص راح أروح على الشبك الثاني. طبعا ناصب أكثر من شبك، وبهالمكان باقوا لي شبكين، اثنين شباك وباقوني من المنطقة، يعني ناس سفلة باطلين. هسا هذا ياخذ الشبك يروح لأمه يقول أبوه إيه عفية جايب لنا شبك، عفية شبك وبي سمشات يكيفون بيه، أنا متأكد يكيفون بيه. الله قبيلهم، الله ينتقم من عندهم، الله لا يوفقهم. والله اثنين شباك بقول يعني بالخمسين ألف سعرهم. وأنا متأكد لو أهله مانعينه مستحيل ياخذ شباك يروح ليله. بس أكيد أهله مرحبين بيه، قالوا له يا عافية جيب لنا. طبعا هو مو صغير، أنا شفت الأثر مالته. يعني القدم مالته مال واحد عمره 20 أكثر من 20 سنة. هذا الشبك الثاني، يا الله هذا الشبك سيعه خيطه 18 بس هو ما يعلي جاري فشايل وسخ، صايد لي بس هاي مني ما شاء الله خوش مني، هاي معدله. فهنا قدامي اكو سده وبيها بوريات، يعني الظاهر هاي السمكه ما تعبر البنيه، ما تعبر البوريه. هاي اول مره انصب بهاي الجهه واصيد بنيه. بس هو هذا مويه جاري، شبك انترس وصل. بعد ما يصيد. هذا الشبك الثالث رقم 11، سياعي رقم 11. والخيط مالته 20. ما شاء الله سمتية معدلة. هالمرة الصيد قليل كلش، بس الحمد لله شكر على هذا الرزق، الحمد لله شكر. هذا عندي آخر شبك، هذا الشبك رقم 9 سيد بلطي. وعندي شبك طلعته غبشه بعدنا ظلمه صرت فيه سمتيه واحده هم بقد هاي تقريبا. Thank you.
هذا شبات رقم 9 والخياط 20. سيدي البطي الحجم كبير. تقريبا هسه كملنا الصيد بعد ما عدنا شيء، راح نرجع للبيت ان شاء الله نجمع السمك وشوفونه. هذا الشبك حتى ما طوله 15 متر. هذا الصيد بعد ما جمعناه، شوف الصيد هذا بعد ما جمعناه، سلفتين معدلات وهاي وياهن بنيه زينه، وهذا سلفر واكو ما شاء الله خير من الله. هاي الكبيره اكو صديق طلبها معدي وطيتها له، يعني بها بالاربع كيلوات هاي الكبيره. وهذا البط زين، هذا كله بهذا الشبك ما شاء الله. بط اخبار خير من الله. اخوان ما اوصيكم اللي ما مشترك يشترك بقناتي ويفعل الجرس، وان شاء الله مستمرين وياكم حتى يوصلكم كل جديد، وان شاء الله مستمرين وياكم. بس اهم شيء دعمكم لنا باللايك، وتحياتي لكم. تحياتي لكم، في امان الله. في امان الله.